بديت فعلا في النادي الاهلي كان عندي 7 سنين سنه 92 اول مره اخش قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وده طبعا كان زمان جدا. طبعا النادي الاهلي كان هو فرع الجزيره، ما كانش لسه التوسع للنادي فيه وكده، وكان ودي بدايتي يعني مع النادي الاهلي فعلا في قطاع الناشئين مع كابتن احمد رجب رحمه الله عليه يعني. وتدرجت طبعا بقى في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي مرورا بقى بمنتخبات الناشئين منتخبات الشباب لغايه ما الحمد لله وصلت الفريق الاول في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وكان تقريبا سنه 2003. ففعلا انا بدايتي كانت في النادي الاهلي وتعلمت الكره الطايره في النادي الاهلي. وانا طبعا من عيله اهلاويه جدا، انا والدي كابتن رؤوف عبد القادر يعني تاريخ طويل في التدريب وفي اداره النشاط الرياضي. ميرال اختي برضو اكبر مني وكانت دخلت البولي قبلي وكده، وبرضو كانت لعيبه دوليه وفي منتخب مصر وفي النادي الاهلي. ففعلا احنا عيله اهلاويه جدا ومتربيين في النادي. النادي الاهلي فعلا مختلف جدا في ادارته، في اللعيبه بتاعته، في روح الفريق، في الموضوع مختلف تماما. النادي الاهلي نادي جماهيري، اكبر نادي في مصر في الشرق الاوسط في الوطن العربي. فاللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي ليه سمات معينه، ومش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مطالب بالبطوله، المركز الثاني زي الاخير بالنسبه للنادي الاهلي، وده بيبقى على طول ده بينعكس على كل شيء بقى. فلازم الاداره تبقى مثاليه، لازم التدريبات تبقى منتظمه جدا، تبقى في اعلى مستوى فني واداري وكل حاجه. لازم يعني ورا النجاح الناس ما بتشوفش، طبعا بتشوف النجاحات للفرقه اللي بتعملها، لكن ورا النجاحات دي في مجهود كبير جدا بيتم في النادي عشان نقدر الفرقه بتاعتنا تبقى على المستوى ان هي تقدر دايما تكسب ودايما تبقى على المستوى اللي يشرف النادي الاهلي ويرضي جماهيره العريضه في كل حته يعني. المبدا اللي انا اتعلمته في النادي الاهلي ما اقدرش يعني بتقالي انا ماشي عليه في حياتي كلها، هو مبدا اللي هي روح الفريق وروح البطوله، وان الانسان دايما يبقى عنده تطلع ان هو يكسب، يبقى في الصداره، ما يرضاش ابدا ان هو ما يبقاش في الصداره، ما يبقاش بيكسب. بوجع عام في الحياه يعني انا في شغلي ببقى يعني اللي هو بنقول عليها كومبيتيتيف جدا يعني، انا ببقى دايما عايز ابقى احسن، دايما عايز ان انا اكبر، وفي نفس الوقت ده ما بيمنعش ان انا ببقى بيهمني جدا نجاح المكان اللي انا فيه، سواء شركتي سواء اي مكان انا موجود فيه، يهمني الصوره ان في روح للفريق، ولازم كل الشركه تبقى في روح معينه وتحقق اهدافها ككيان بوجه عام. وعلى المستوى الشخصي ان انت تبقى انسان دايما تنافسي ودايما عايز توصل لابعد نقطه تقدر توصل لها يعني. طبعا انا قررت اعتزل في سنه 2021. القرار طبعا كان صعب جدا عليا، لان طبعا الرياضي ليه اسلوب حياه معين يعني، احنا عندنا لايف ستايل معين، بينزل كل يوم بيروح التمرين، لينا طريقه معينه في الحياه مختلفه عن اي بني ادم طبيعي يعني. الكارير بتاع الرياضه مختلف طبعا جدا، فكان انا كنت متوقع ان ده اكيد هيحصل في يوم من الايام، كنت مأهل نفسي ليه. لكن برضو لما جت اللحظه اللي هي وقت ان انا خدت القرار كان الموضوع صعب جدا عليا، لكن طبعا دي سنه الحياه. في بعض الاوقات اللعيب اللي لعب طبعا في النادي الاهلي على مستويات عاليه في المنتخب وفي النادي وكده، بيبقى لما بيحس ان ابتدي مثلا الامكانيات الجسمانيه او كده ابتدت تقل شويه، ومش هو مش قادر يواكب يعني طبعا الاجيال اللي هي الاصغر واللي هي لسه في اللياقه البدنيه اعلى والكلام ده، فبيجي اللحظه دي لازم اللعيب ياخد القرار لا يعني اخلص احسن وانا في شكل كويس وانا لسه الحمد لله. واحنا لغايه اخر سنه احنا كنا بنكسب كل حاجه يعني، ما كانش في حد يدفعني الموضوع مثلا او بنغير جيل، لا احنا كنا بنكسب الحمد لله، وكنا كان الفرقه يعني في حاله كويسه جدا. والله كان النادي الاهلي ده يعني حاجه عظيمه جدا يعني، الواحد محتاج كتير عشان يعرف يوجه له رساله يعني. بس انا بشكر كيان النادي الاهلي، انا واحد خير النادي الاهلي عليا وعلى ناس كتيره جدا اشتغلت في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي. الرياضه بوجه عام بتبني الانسان وبتبني شخصيته، ما بالك كمان النادي الاهلي لا، بالمسؤول اللي عنده وبالقيم اللي في النادي الاهلي لا، بتبني شخصيه الانسان وبتعلمه حاجات كتيره جدا. نفسي النادي الاهلي يفضل طول عمره النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، وده اكيد ان شاء الله هيفضل موجود. وانا بشكر النادي الاهلي جدا ان هو يعني اتاح لي الفرصه ان انا اكون احد لاعبيه يعني والناس اللي مثلته على مدار اجياله، واتمنى كل التوفيق للنادي اكيد في المستقبل.